الكتابة مع نهى سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برامج طبابة ألف اللي بيجيكم يوميا من الأحد للخميس بإذن الله. معي أنا نهى سعدي من الساعة 1 للساعة 2 بعد الظهر. بيكون معنا ضيف، وضيفنا بيكون من النخبة، والنخبة فقط من الأطباء في مجالهم. تواصلكم معنا إذا اتصال على 012-616-1100، رسائلكم على 055-668-001. معك آيفون، معك آيباد، معك أي جهاز نظامه iOS، ادخل على متجر أبل أو أبل ستور، حمل تطبيق ألف ألف أف أم. معك جهاز نظامه أندرويد، ادخل على جوجل بلاي، حمل نفس التطبيق، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، قناة اليوتيوب، كل على نفس الحساب ألف ألف أف أم. نهى سعدي، نهى سعدي، نهى سعدي. كل الناس سمعوك. طيب، ضيفنا اليوم من النهدي كير. طبعا خلاص احنا صرنا عائلة مع النهدي كير. احب اقول لكم عندهم عروض الان في عيادات النهدي كير، عرض على توريد اللثة ب 999 ريال فقط بدل من 2000 ريال. احجز واستفسر وبالاتصال على الرقم 920024673 او عن طريق تطبيق عيادات النهدي كير. كمان عندهم بيقدموا فحص البي سي ار المعتمد للسفر في فرعين التحلية والمروة من خلال خدمة اخذ العينة من السيارة وكمان من البيت، والنتيجة خلال ساعات، ويبدأ سعرها ب 191 ريال. عشان تحجزوا وتستفسروا على نفس الرقم تتصلوا 920024673. اللي ما لحق يسمع الحلقة وحاب يتابع ويشوف احنا ايش قلنا اليوم، او يحتفظ بالحلقة ويرسل الرابط لأحد، حلقة بكرة بالكثير بإذن الله حتكون على قناة ألف ألف أف أم على اليوتيوب. اليوم معانا استشاري الصحة العامة للأسنان وأمراض اللثة وزراعة الأسنان، أستاذ مشارك في كلية طب الأسنان جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية، واستشاري أمراض اللثة وزراعة الأسنان مستشفى الأسنان الجامعي جامعة الملك عبد العزيز، وأستاذ مساعد زائر في كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد وكلية طب الأسنان بجامعة تفس، شكرا، هو الولايات المتحدة الأمريكية تفس، يعني حتى اسمه غريب، الجامعة حاصل على البورد الأمريكي في طب جراحة اللثة، ويعني وبورد زراعة الأسنان، وكمان نشر ما يزيد ما شاء الله عن 65 بحث علمي وفصل في كتاب، وكمان حاصل على ما يزيد عن 60 جائزة بحثية علمية من عدة دول. في معلومات كمان عن طبيبنا اليوم لكن حنقولها خلال الحلقة بإذن الله. دكتور زهير صالح سعيد نتو، صراحة اخترت لكم موضوع اليوم للأمانة ننكسف نتكلم فيه، يعني ما هو حتى مطروح في المجالس ولا إنه شيء، لأنه إلا وفي شخص حيحرج، إلا وفي شخص حينزعج من أي تفصيلة موجودة في الموضوع. حتعرفوا إحنا حنتكلم عن اللثة، مشاكل اللثة وكيف العناية فيها، إلا إنه هذه من المواضيع اللي جدا محرجة. الأسنان شوية أهون لما نتكلم في هذا الموضوع، هذا شكل أسناني هو لايق على وجهي يكونوا أخذوا علي، بس هذا الموضوع خلينا ننتبه لبعض، ننتبه لضحكة بعض، ننتبه لتفاصيل معينة إحنا بنتكلم فيها. أول شيء نرحب فيك، إن شاء الله بدعت أنت قبل ما نرحب فيك، بدعت دكتور. الله يسعدك، بالعكس أنا سعيد إن أشوفك مرة ثانية. استنيتك ما جيت في العيادة فقلت أجيك مرة ثانية. مو فاكر اسمي تبغاني أجي العيادة، غريبة الصراحة. هذا بعد غريبة علاقة الطبيب بالمريض كده، خلاص هذا احنا نتقابل في سوق في شيء في مكان وننسى بعض. يعطيك العافية. يعني اللثة يمكن ما يعرف صراحة وظيفتها إلا الدكتور، صراحة احنا ما نعرف، هو الوحيد اللي يعرف ايش وظيفتها وليش لازم تكون صحية. حنكذب على بعض لو نقول انه احنا نقدر نعرف ولا ايش بهلثتك، ما هو موضوع حوار زي ما قلت. فخلينا اول حاجة نتعرف على هي اي جزء في الفم، نشرحه ونقول ايش وظيفتها. طيب، زي ما ذكرتي اللثة من المواضيع اللي ما هي مطروحة بشكل كبير وبتسبب مشاكل مرة كبيرة، بس ما حد بيعرفها. هي بالتحديد الأنسجة المحيطة بالسن. الأنسجة المحيطة بالسن تتكون من أنسجة رخوة اللي هي اللثة، والعظم اللي تحت اللثة هذه اللي هو بيساعد، يعتبر من اللثة، من اللثة يعتبر جزء من البريدون شمل المكونات اللثة، اللي هو اللي أصلا بيدعم اللثة. فلو العظم هذا نزل اللثة حتنزل،
وراح تتبع العظم، لو العظم تآكل اللثة حتبدأ تتراجع. بالإضافة للأنسجة اللي هي توصل بين العظم واللثة دي مع السن، ففي عندك مجموعة من الأنسجة دي اللي هي تربط وتلتحم مع السن، فهذه كلها مع بعض هي تسمى اللثة بشكل عام، أو هذا التخصص اللثة اهتم بكل هذه الأشياء مع بعض. جميل. يعني هي إحنا نعرفها شكل، نعرفها بس كشكل في الفم، إلا إنه يعني لم تخلق عبثا، ما في شيء خلق عبثا. يعني خليني أقول هي بس يعني وظيفتها تحمي العظمة اللي تحتها فقط. هذه الوظيفة الأساسية. أي. لأنه هي زي ما قلت لك ملتحمة بالسن. بالتالي تمنع دخول البكتيريا والجراثيم والأشياء دي إلى المنطقة اللي تحت اللثة. فهي بشكل أساسي توفر حماية كاملة للأسنان، بالإضافة لها يعني وظائف ثانية زي ما انت شايفة اللي هو الابتسامة، الأشياء هذه كلها، الشكل، الجمال، لها يعني أشياء ثانية برضو لها دور تلعب فيه. اللثة يا جماعة احنا نحس فيها، لكن يعني ما تألمنا. صحيح. يعني ما فيها ألم، يعني تشبه كثير في إحساسها زي الطرف الأنف أو حلمة الأذن، يعني في إحساسها زي هذا نشعر بيها لو لامسها أي شيء، إلا أنه ما نحس فيها ألم. وهذه خطورتها، لأنه ممكن يكون فيها مشاكل بس أنت ما تشعر بهذه المشكلة عليه ما تصير توصل لحد معين، ذيك الساعة يكون علاجها جدا صعب. هذه زي ما ذكرتي خطورتها، أنه زي كأنها مرض صامت، يعني تكون عندك موجود التهابات بس ما تشعر بيها، وفجأة تتفاجئي إنه الأسنان بدأت تتحرك، أسنانك راح تطيح، ومشاكل متعددة زي ما حنتكلم إن شاء الله اليوم. عشان تتعرفوا أكثر على دكتورنا الجميل، يعني شوف لاحظتوا كده دمه خفيف، إنسان مرن، يأخذ ويعطي، هذه أنا أشوفها من شروط أساسية تكون صراحة في الطبيب في أي تخصص، لأنه يحسسك بالاهتمام ويحسسك إنه ما بيكلمك من مكان مختلف، بيكلمك من مكانك كإنسان. عضو الجمعية السعودية لأمراض اللثة في 2019، وعضو الكلية العالمية لزراعة الأسنان 2015، وعضو المنظمة المئوية لأمراض اللثة 2014، وعضو الجمعية الأمريكية لأمراض اللثة 2012، وفي 2012 برضو عضو أكاديمية طب الأسنان العام، وعضو الجمعية الأمريكية للصحة العامة، وعضو الجمعية الأكاديمية العالمية لطب وجراحة اللثة 2010، وفي 2009 عضو الجمعية الأمريكية لأبحاث الأسنان، وعضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، وكمان عضو منظمة الأبحاث أبحاث الأوبئة، وعضو الجمعية العالمية لأبحاث الأسنان في 2007، وأخيرا عضو الجمعية السعودية لطب وجراحة الأسنان 2003. وأحس أنه خب علينا برضو، يعني أحس أنه هنا قال بس يكفي عشان لا يزعلوا مني وتروح الحلقة علينا. نطلع فاصل قصير جدا ومكملين معاكم اليوم، نتكلم عن اللثة يا جماعة والعناية فيها، خليكم على السمع. زراعة وتركيب الأسنان، العلاجات باستخدام الليزر الجراحي والتجميلي، توريد اللثة، إزالة الزوائد في اللثة، إصلاح الابتسامة اللثوية، وجميع الإجراءات الجراحية الخاصة بالأسنان زي الخلع والغراسة المدفونة. ما شاء الله هذه كلها مجالات الخبرة الدكتور زهير نتويتي، اللي ما تحتاجوا يعني اعتماد وتوثيق أكثر عشان تعرفوا أنه اختيار الطبيب بصورة صحيحة، وما حصل على هذا كله إلا إذا أثبت نفسه في هذا المجال على الأقل. يعني أنا زي دكتور زهير أقول حتى لو هو مو طبيبي، أنا في مكان ثاني أبغى أتواصل معه وأعرف أنا بسوي الإجراء الصح ولا لا، يعني أبغى أعرف صح أنا أسوي كده ولا لا، لأنه طبيب زي كده ما حيحتاج، ما هو نقولها بصراحة ما حيكون تجاري إنه لا تسوي وسوي وسوي وسوي. طبيب زي كذا حتعرف إنه ممكن يقولك ما تحتاج هذا الشيء، سوي هذا أفضل، أو اختصر هذا الموضوع وأصبر على ما بلاك، يعني في مشاكل. اللثة مشاكلها كثير، بس اليوم حناخد نوع معين من المشاكل. في ناس تنتبه لها مهوسة باللثة، تنتبه لها مرة كثير، يعني يقولك لأنها ظاهرة فيقولك حمراء فيها في تصبغات، ويمكن أكثر حاجة تلفت نظرنا وقت فريش الأسنان لما تبدأ النزل. يعني حتى لون الدم، أبغى أسأل ده السؤال، أبغى أسأل هذا السؤال، ليه أوقات الدم يكون خفيف من تفريش الأسنان، وأوقات
يعني الواحد يحس روحه بتطلع ويحس انه هو يعني توفى لي 3 ساعات وما هو داري الا لما بفرش اسنانه من كثر كمية وغزارة والدم يكون داكن دكتور. طيب بس قبل ما اقول لك ليش الدم بيختلف كمان تأثيره, زي ما ذكرتي من اهم علامات مشاكل اللثة هو النزيف. هذه هي العلامة رقم واحد اللي لو عندك تبدأ انت ايش تنتبه, والله انا عندي ترى مشكلة لثة, لأنه كثير من الناس عندهم النزيف ده ويحسبها شيء بسيط ويتركها, ومع الوقت زي ما ذكرت إنه هذا المرض ممكن ينتشر ويسبب مشكلة مرة كبيرة بس الشخص ما هو ماخذ باله. فالنزيف رقم واحد. العلامات الثانية اللي ممكن تلعب دور زي اللي يكون في انتفاخات, زي ما ذكرتي تغير في الألوان. دائما اللون اللثة لون هو وردي, هذا اللون الطبيعي, لكن في ناس ممكن شوية لثتهم لونها أحمر, هذا يكون برضو طبيعي, بس أحيانا يكون الحمار المو طبيعي. وآخر شيء ما ذكرتي برضو في البداية الألم. الألم مو دائما يكون مصاحب مع هذه المشاكل, لذلك في كثير من الناس يكون عندهم هذه المشاكل بس ما ينتبهوا لها. أنا في أحد الدراسات اللي نشرتها قبل كده وجدنا فيها إنه الأسباب اللي تخلي فقدان السن في الأعمار المبكرة هو تسوس الأسنان, لكن الشخص ما يكبر السبب رقم واحد في فقدان السن هو مشاكل اللثة مو التسوس. فهو رقم واحد حيكون السبب إنه الشخص ممكن أسنانه تطيح أو تخلع أو whatever. الآن يرجع لسؤالك ليش درجات الدم تختلف أحيانا. في عوامل مرة كثيرة, يعتمد أول شيء على الالتهاب الموجود, يعتمد على الفاكتورز العوامل الثانية المحيطة بالسن. يعني مثلا المدخنين ما يكون عندهم إلا كمية النزيف جدا بسيطة. طيب لأنه هو موجود عندهم مادة مو يعني يدخنوا هنسمع عليه عشان نقولها مو معناه ندخنه عشان لا يعني مو مو صحي. فهمتش قصدي, مو يعني انه ما في دم انه شيء صحي, لكن هو الدخان اللي بيسوي لانه في ماده النيكوتين بيخلي الاوعيه الدمويه تنقبض, وبالتالي الشخص المدخن ممكن يحسب لثته سليمه انه ما في دم او دم مره خفيف, بس في حين انه مجرد ما يوقف الدخان حيتفاجئ انه فجاه الدم زاد. فهي ما هو بالعلامة إنه زي ما يعني أنت اللي بذكرتيها إنه علامة إنه شيء صحي. وفي عوامل مرة مختلفة إنه تتحكم ليش الدم يكون أحيانا بيطلع بأشكال مختلفة ويختلف من شخص لآخر, وممكن أحيانا زي ما ذكرتي حالات مرضية ويكون الدم جدا فيها خفيف, يكون زي مخادع للوضع الصحي بسبب عوامل ثانية محيطة, حسب تختلف من مريض لمريض. يعني شوية كلمة لثة مرتبطة شوية بالالتهابات, يعني معلش ما هو مكان الحمد لله رحمة ربنا بينا إنه مكان جدا مستور ومتغطي. صحيح. يعني مو بسهولة إنه يتخبط كل شويتين أو شيء زي كده, إلا وسبحان الله تكون جدا يعني واعية, كأنها واعية كأنها بتنبه لما بناكل شيء يكون طرف حاد على قد ما إحنا ما نشعر بالألم, لكن بنحس بسهولة جدا بأنه أنا عورت نفسي في لثتي أو شيء زي كده, وهنا هنا حدي في هذه اللقمة وبهذه الطريقة. بس بتتعرض للالتهابات مرة كثير, يمكن كده بتعلن عن وجودها وعن عن عندها مشكلة يعني أو شيء زي كده. إيش أشهر الأسباب للالتهابات اللثة؟ لما نيجي نطالع لمشكلة زي ما ذكرتي الالتهابات اللثة, طبعا مشاكل الفم بشكل عام تنقسم إلى مشكلتين رئيسية, يا تسوس يا التهابات لثة. هذه هي المشكلتين الرئيسية الموجودة اللي احنا عندنا في تخصصنا في طب الأسنان. فالتهابات اللثة هي حاجة جدا شائعة وموجودة بشكل كبير, خصوصا زي ما ذكرت لي قبل شوية مع كبار السن. مشاكلها هو طبعا بالأساس هو مرض بكتيري. طيب كلنا بكتيريا موجودة في الفم, كلنا احنا في فمنا موجودين بكتيريا, يعني الان فمي موجود بكتيريا, حضرتك موجوده في بكتيريا, كلنا لانه باقي ناكل بعض. ايوه بناكل كل حد. صحيح. لكن لو زادت عن حد معين تبدا تسبب مشاكل اللثه. طيب لو ايش اسباب الزياده ممكن تكون؟ وهذه هنا يجي الاسباب الزياده, اسباب متعدده, بدايه من انه الشخص ما بيفرش بيشيلها بشكل يعني دائم, الكميه البكتيريا دي يخفضها للوضع الطبيعي. فالاهتمام بالاسنان سبب رقم واحد, لما بيتراكم الأكل حولين الأسنان هذه طبعاً تيجي هذه البكتيريا بتلاقي البيئة المناسبة لأنها تأخذ هذه الأغذية الموجودة, تبدأ تكسرها وتغيرها, تبدأ تتغذى عليها وتبدأ إيش تسبب الالتهابات. مع الوقت تبدأ هنا تنتشر زي كان مرض أي مرض ثاني, ينتشر حولين السن ده وتبدأ تنتقل من الجزء العلوي إلى العظم الموجود تحت السن. فهي بدايتها بكتيريا, إذا هذه البكتيريا وجدت البيئة المناسبة نتيجة عدم التفريش بشكل أساسي أو عدم زيارة الطبيب
أحيانا في أسباب ثانية، زي مثلا في أسباب وراثية. أحيانا بعض الناس اللي عندهم مشاكل في اللثة يكون عندهم مشاكل في العظم من الأساس، أو مشاكل تخليهم عندهم قابلية أكثر للإصابة بمشاكل اللثة. أسباب ثانية تلاقيها زي كده التدخين أحيانا يلعب دور. أحيانا في مشاكل اللثة تكون تحدث نتيجة تركيب التيجان أو الفينير سواء الشيء دي بشكل يضغط على اللثة، وبالتالي تلاقي الشخص صعب ينظفها، أو بسبب دائما التهابات حوالين الحواف هذه اللي هي العدسات. فهذه كلها أسباب بتكون تسبب مشاكل في اللثة. يعني ما شاء الله شرح كافي ووافي يعني حقيقي. يعني أنا عارفة إيش يجي في بال الناس مرة كثير تبوا تتكلموا فيه، إنه مثلاً شكلها. هذا اليوم حنعمل على الحلقة عن اللثة المثالية كشكل، يعني حتى بعيداً عن شكلها الصحي، عشان حتى هذا الشيء نعرفه ونتعرف عليه أكثر. زي ما قلت لكم المواضيع اللي إحنا ما نفتحها كثير وما نتكلم فيها كثير. طيب عودة إلى الأشياء اللي إحنا بتحصل في بيتنا، عشان أنا أبغى أكون يعني أنا أحب الحلقات تكون جداً واقعية من الأشياء بتحصل في بيتنا. يعني إحنا بنقول ينزل دم بزيادة، مضمض مية وملح، تألمنا شوية يعني فيها عدم راحة، إحساس مضمض مية وملح، أي مشكلة في أي وقت أتمضمض مية وملح، هل هذا الشيء صح ولا خطأ؟ طيب إحنا لو جينا نشوف هذا السؤال، بعدين في شروط للموية دافية في شروط ما شاء الله. يعني هذه اللي أنت بتقولي الأسئلة فعلا الواقعية اللي إحنا بدأنا نواجهها، لأنه جيك المرضى فعلا أنه زي ما ذكرتي مضمضة مية وملح. أنا عادة بقول للمرضى أنه الموية البحر مليانة بكتيريا. طيب الموية والملح نفسه ما هو معقب. طيب كان موية وملح نفسها ما هي معقبة، لكن لو شخص انجرح في اللثة يعني عنده جرح أو أي حاجة يتمضمض بموية وملح، هذا يساعد الالتئام سريع بشكل سريع. جميل. أيوه. لكن هو كمعقب لا، هنا إذا تستخدمي حاجة معقمة عندك ممكن حاجات الموجودة في الصيدليات المواد الكيميائية أو في مواد طبيعية زي ممكن حنتكلم عنها بعدين زي المرة والأشياء دي، برضو وجد الدراسات إنه بتفيد اللثة. طيب بنرجع للموضوع اللي ذكرناه قبل شوية، بيساعد على تقليل كمية البكتيريا موجودة في الفم. طيب لكن الموية والملح نفسه ما يساعد على تقليل كمية البكتيريا دي، هو بيساعد على الالتئام. نرجع نقول الزايد أخو ناقص يا جماعة الخير، استخدام الزايد للشيء بطريقة مبالغ فيها ربما يؤذي، وعدم استخدامها تماما يعني ربما ما يعطيك نفس المنفعة للاستخدام العادي لأي حاجة حولنا. بعد الفاصل حنرجع لكم، لكن قبل ما نطلع فاصلنا أنا سؤال دائما يجي في بالي، في ناس مهتمين جدا بفمهم، حنتكلم مع وقت الجمال عن رائحة الفم، لكن أنا الآن بس بتكلم على أنه في ناس دائما بيستخدموا شرايح النعناع، اللبان، المضمضة على الفاضي والمليان فعلا بالمرة وبموية الملح وبالأشياء هذه كلها، ويقول لك لا هذا أفضل، هذا بيكون أفضل. لكن أنا أشوف دولة وغسول الفم المبالغة في استخدامه أشوفهم أكثر ناس عندهم مشاكل، دولة طول الوقت بيشتكوا، تيجي تقول له ما أقدر عشان لو أكلت ما أدري إيش يحصل لي. بعد الفاصل حندخل شوية أعمق في التفاصيل عشان نعرف أنه نمط حياتنا ويومنا من 70-80% تأثيرات على صحتنا حتى في اللثة. خليكم على السماء. والله أحد الحاضرين للحلقة نبهنا لحاجة مرة مهمة، يعني ننتقل لها بالتدريج، اللي هي المشاكل اللي تطلع زي الحبوب. احنا ما نعرف، احنا كل احنا في البيت كلها يسموها خراج على فكره، كلها نوعها اسمه خراج، فين مكان موقعها، وكل مكان يعني ابعد اكثر كل مكان خراج اكثر يعني. احنا دكاترة اسنان كلنا في البيت، الا انه المبالغه حقيقي ابغى اتكلم على المبالغه في استخدام المواد والعلاجات، لدرجة أن الشخص يلا الموية بتكون وقت الوضوء بس، وغير كده بمواد مرة كثير وبنكهات صارت الأشياء اللي نستخدمها. هذا عادي ولا صح ولا غلط؟ يعني أكيد في توصيات معينة من أي طبيب بخصوص كيف تستخدم هذه الأشياء. فإحنا مثلا وتكلمنا الحاجات الطبيعية اللي مفروض يسويها أي إنسان طبيعي، طبعا غسيل اللي هو تفريش الأسنان مرتين في اليوم على الأقل في الصباح وفي المساء، طبعا في المساء يكون أهم. شيء الثاني الخيط السني،
طيب، لأنه حتى لو نظفت فرش أسنانك 100% الأكل بين أسنان ما يطلع. فأقل شيء في اليوم يكون في عادة استخدام الخيط السني لأنه نشيل الأكل بين الأسنان، لأنه هذا الأكل المجمع زي ما ذكرنا قبل شوية ممكن يجيب البكتيريا، والبكتيريا تبدأ تتجمع بين الأسنان ويسبب لك مشكلة لثة ويسبب لك ممكن تسوس. الشيء الثالث هو غسول الفم. غسول الفم هذا شيء ضروري إنه يتم استخدامه مرتين في اليوم حسب إيش نوع الغسول، لأنه في أشياء مختلفة كمان، أنواع متعددة من الغسول. صحيح. أيوة، فهي طبعًا في توصيات معينة لأنه برضو زي ما ذكرنا قبل شوي يقلل البكتيريا موجودة في الفم. فإن إحنا لو سوينا دي الثلاث الأشياء إحنا كده بشكل عام ماشيين بالطريقة الصحيحة. زي ما ذكرت قبل شوي اللي يزيد حيسبب ضرر واللي يقلل برضو حيسبب ضرر، لكن هذا الشيء المفروض طبيعي اللي كنا نستخدمه. خليني أفكركم حبايبي في النهدي كير، الآن عندهم عرض على توريد اللثة 999 ريال بدل من 2000 ريال. تحجزوا استفسروا اتصلوا على الرقم 920024673 أو عن طريق تطبيق عيادات النهدي كير، وعن طريق برضو تطبيق عيادات النهدي كير أو الرقم 920024673 تقدروا تستفسروا عن العرض اللي بيقدموه الآن فحص البي سي آر المعتمد للسفر في فرعين التحلية والمروة من خلال خدمة أخذ العينة من السيارة وكمان من البيت، والنتيجة خلال ساعات وبسعر يبدأ من 191 ريال فقط. يعني هل بتطلع لنا حبوب من وقت للثاني؟ أكيد كلنا يعني أوقات يكون الشخص لو أكل سبايسي بزيادة، لو يعني في أسباب مرة كثير، وممكن تكون عرضية هو يعرف أنه عدت وراحت، هي راحت بحالها فيعرف أنه صار كويس. يعني مشاكل المعدة أوقات بتأثر على الفم بصورة جدا ظاهرة. متى يستدعي الأمر أني أروح للطبيب عشان موضوع اللثة تحديدا؟ تمام، زي ما ذكرتي عادة تكون أسباب عرضية بالإضافة للأسباب اللي ذكرتيها، وسبب مرة شائع الضغوط في الحياة. أحيانا يكون عندك اختبار مهم، عندك مقابلة شخصية، عندك تطلع لك الحبة هذه الصغيرة اللي في الشفة. أيوة. فهذه فهذا تنهدي تلاقيها في أوقات الضغوط كمان بشكل عادة. الخبر الكويس إنه هذه تأخذ كم يوم وتختفي. طيب، فهي هذه بشكل طبيعي حتأخذ ممكن نقول حوالي أسبوع إلى 10 أيام وتختفي بشكل طبيعي. أول كم يوم ممكن تكون مؤلمة، بعد كده خلاص يبدأ يقل الألم. فلو ما اختفت بعد أسبوع إلى 10 أيام هنا ممكن نحتاج إنه نزور الطبيب. بس غالبا وطبعا غالبا الطبيب لما حيشوفه كمان حيعطيه أسبوع عشان يتأكد، وبعدين ممكن يفكر في أشياء ثانية وأسباب كثيرة مختلفة. لكن هي عادة الخبر الكويس إنه هي زي ما جات فجأة حتروح فجأة. لكن لما مثلا لما خلينا نقول في حاجات تتكرر. صحيح. يعني دائما كأنه الشخص بيعدي نفسه. صحيح. يعني سبت واحد واثنين بيكون عنده يحس ألم ويحس التهابات أو يحس تختفي، وسبت اللي بعده على طول ترجع. صحيح. موجودة. هذه ممكن تكون، هل هذا الشيء يعني يستدعي اني انا اروح للطبيب؟ احيانا الافضل انك تروح للطبيب برضو عشان تتاكدي، لانه احيانا زي ما قلت لك هذه الحاله الاولى تكلمنا عنها تكون هي حاجات عرضيه ممكن تصير لك كل فتره وفتره، كل عندك اوقات معينه تجيكي. لكن الاشياء اللي تتكرر في اماكن معينه احيانا ممكن يكون لها علاقه بفيروس معين موجود يظهر في اماكن معينه، فهذه الاحسن عشان الطبيب يعني يعطيك يوجهك بالضبط الاجابه المناسبه. لكن اذا هي كان مره واحده طلعت لك واختفت وبعد جاتك بعد 6 شهور في مكان ثاني في الفم او في جزء معين ما حيكون يعني اخذت كم يوم واختفت، فهذه ان شاء الله تكون اشياء عرضيه. لكن اذا كانت بتكرر بشكل دوري فالافضل لك زياره الطبيب عشان صحتك وتطمن بشكل اساسي. جميل. يعني صعب أروح لطبيب الأسنان أقول له إيش البديل لكريم الوجه المرطب اليوم أنا أقدر أستخدمه، فبالتالي بقول لكم صعب تروح للصيدلي. تخصصين اثنين رائعين وكل التخصصات جميلة ونحترمها، ناس قضوا حياتهم عشان يعطونا أكثر، لكن خلينا نحترم شوية التخصصات. يعني أنت لما تدخل الصيدلي صعب تفتح له فمك أسنانك وتقول له هذا لون أسناني أنا أحتاج إنه مثلا مبيضات أو فرشة أسنان مناسبة أو هو ما حيعرف على فكرة. أنت ممكن تكون عامل تنظيف للجير وتبييض قبل كم يوم، فهو حيشوفها على ظاهر اللي حصل، ما هو تشخيص. فمشوارنا للصيدلية مو حتى فرشة الأسنان، معجون الأسنان، اهتمام باللثة، في كثير منتجات خاصة باللثة وهذا كله مو باختيار لا السعر
ولا السؤال الشخص هناك ولا باسم الماركة ولا بشيء من هذا كله. زيارة لطبيب الأسنان، لو جيتك دكتور زهير قلت لك هذا فمي هذه أسناني، أكيد أنه حتسألني أسئلة مرة كثير، يعني متى آخر مرة، إيش ليش جيتي، على الأقل السؤال الطبيب بيسأله ليش جيتي، طيب إيش حسيتي خلاك تيجي. ما عندي شيء، بس أبغى أكون في المكان المناسب، بتقدم في السن، أبغى أكون في المكان المناسب عشان لا أفقد مثلا لون أو شكل أو مثلا تبدأ تجيني التهابات. هل هذه حتخليني أحصل على إجابات؟ إيش اللي قصدك؟ الزيارة هذه طبعا ما فيها شيء، بس أبغى أتأكد أنه كل شيء تمام. بالذات مع مشاكل لثة هذه الزيارة جدا ضرورية، أنا بالعكس بأيدك، لأنه هو عشان كده بينصح أنه كل 6 شهور تزور طبيب أسنان، لأنه ممكن يكون عندك التهابات بس أنت ما أنت ماخدة بالك، خصوصا الآن المشكلة اللثة كمان، وهذه ما تطرقنا لها، مرتبطة بشكل كبير بمشاكل الجسم بشكل عام، يعني في علاقة بين الجلطات والتهابات اللثة، في علاقة بين السكر ومرض اللثة، حتى الولادة المبكرة في علاقة بين مشاكل اللثة والولادة المبكرة اللي قبل الوقت المفروض يولد فيه الطفل. فاللثة مرتبطة بشيء مرة كثير، فأنت ممكن الشخص هذا ما عنده أي مشكلة في وجهة نظره، مو حاسس إيه ما هو حاسس بيها، لكن مش للطبيب حينبهه والله أنت عندك كده. الأفضل إنه نكتشف هذه العوامل لأنه يكون سهل في علاجها في البداية، عكس إنه لو صبر عليها فترة طويلة وبعدين تكون توصل لمراحل متقدمة. بالعكس فهذه الزيارات مرة مهمة، بالذات لما الشخص يبدأ يتقدم في العمر، بس عشان يشيك ويشوف إذا أموره طيبة خلاص هتلاقي الدكتور هيحطه في برنامج يقول له تعالي بعد سنة، تعالي بعد سنتين، ويجي يشيك كل فترة صحته وصحة أسنان. المبالغة في استخدام خيط الأسنان أو فرشة الأسنان، يعني يمكن هنا دائما نقول لنفسي أنا ضغطت على نفسي عشان كده نزل دم، أو مثلا طب ما نعرف الطريقة الصحيحة، يعني قديش تكون المسافة بين الخيط واللثة في هذا الموقف عشان ما أتعرض لمشكلة أنه تتنفخ بعدها أو تصير مشاكل. موضوع جدا مهم، موضوع الضغط زي ما الخيط السني والضغط على الفرشة، هذه موضوعين منفصلين. خلينا أقول لك وشي، الضغط على الفرشة هذا موضوع مرة مهم لأنه بيسبب مشكلة مرة كبيرة نشوفها كثير في العيادة، اللي تراجع اللثة أو ما يسمى انحسار اللثة. فتلاقي الشخص عشان ينظف أسنانه كويس بيضغط على اللثة، وهذه طبعا نسيج ناعم، نسيج رخو، فبيستخدم فرشة قاسية بيضغط بشكل قوي، فتلاقي اللثة تراجعت، شكل السن صار طويل، ويصير زي في تآكل حوالين الأسنان. فنيجي الموضوع الأول، يعني موضوع الفرشة هنا لازم يكون اللي يستخدم فرشة ناعمة، طيب التفريش يكون لمدة 2 دقيقة، لا أقل ولا أكثر، يعني 2 دقيقة هذه مدروسة. ليش ب2 دقيقة؟ لأنه هي الوقت المناسب عشان الشخص يعدي على كل أسنانه، لو قعد في كل 2-3 أسنان حوالي 10 ثواني فهي محسوبة عشان كده 2 دقيقة. فهذا المفروض يستخدم فرشة ناعمة ما يزيد عن 2 ولا يقل عن 2، لأنه في ناس برضو يسبب مشاكل في اللثة نتيجة إنه يفرشوا 5 دقائق و10 دقائق وربع ساعة ويقعد يعني مبسوط في عملية التفريش. يعني أنا عندي بعض المرضى 20 دقيقة، وش يعني هيصير لون أسناني أحلى هذا. فطبعا هذا يضر بشكل كبير في اللثة ويسببها تراجع اللثة، هذه إنه اللثة تنزل بشكل كبير. هذا موضوع التفريش والضغط على الفرشة. إيش موضوع الخيط السني برضو؟ طبعا في زي ما نقول إشاعة إنه يقول لك والله أنا ما استخدم الخيط بيسوي مسافة بين الأسنان، لكن اللي استخدمنا الخيط بشكل صحيح فهذا الكلام ما هو صحيح، لأنه زي ما قلت لك إنه إحنا لو فرشنا أسناننا 100% يعني استخدمنا الطريقة الصحيحة في التفريش وفرشنا بطريقة مضبوطة حنظف أسنان بنسبة 80%. طب الباقي 20% هذا تلاقي أكل بين الأسنان ما يطلع بالفرشة، لأنه الفرشة ما راح توصل. طيب فلازم الخيط لما نستخدمه إنه الطريقة الصحيحة كمان إنه بعد ما نمرر الخيط بين الأسنان، أغلب الناس لاقيهم الخيط يستخدمه إنه طالع نازل طالع نازل طالع نازل وغير كده الأكل فين حيكون؟ فيجلس المكان نفسه الأكل بس بيطلع فوق بيثبت الأكل، فهو بيقعد الأكل في نفس المكان وما بيتحرك. وبعد ما تستخدم تحط الخيط بين الأسنان حاول تسحبيه من طرف واحد على الخارج، فبتلاقيه يسحب معاه الأكل الموجود، بالتالي المنطقة هذه تكون نظيفة. فهذه الطريقة الصحيحة والأفضل في استخدام الخيط، بدل ما إنه الواحد إيش زي كأنه بيلعب يرفع أثقال
طالع نازل جدنا ثبتها في مكانها. أيوه. فين النهضه خلي فين بقى الطعام خليك زي ما انت انت بتطلع. أيوه. هنطلع فاصل قصير يا جماعه وراجعين مكملين معاكم. اليوم ضيفنا الدكتور زهير صالح سعيد نتو استشاري الصحه العامه للاسنان وامراض اللثه وزراعة الأسنان. ليش إنها بتقول لثة؟ لأن هي لثة على فكرة، هي لثة ولثة عادي كلها واحد. خليكم على السمع. مع الأسف هذا ختام حلقتنا اليوم، واليوم بنتكلم عن اللثة والعناية بها. يعني حقيقة دكاترة الأسنان أحسها مطبال الأسنان تعبوا معانا، ويعني يقول لك يعني في كثير يجوا متأخر وحتى في موضوع اللثة، لأنه أنا ما أعرف فيها إيش اللون الطبيعي اللي هي ممكن يعني أنه أنا ممكن تكون يعني لثتي فيه. دكتور شرحت أنه ممكن تكون مايلة للأحمر، صح، وممكن تكون وردية، صح، وممكن تكون بسبب العامل الوراثي، صح، ميالة للبنفسجي أو اللون، صح، أو حتى التباين في الألوان. طب أنا هذا الشيء يحيرني، هل ممكن يعني كيف أعرف إنه لثتي فيها مشكلة؟ إلى الآن ما قدرت أوصل إنه أعرف إنه طبيعي نزول الدم بنسبة معينة. متى أعرف إنه أنا لازم أروح دكتور أسنان حقيقي؟ متى أروح؟ طيب عشان أبسطها عليكي، خلاص لو شفتي دم على طول روحي دكتور أسنان في كل الأحوال. في كل الأحوال، لأنه هو أول علامة حتظهر معك. طيب أول علامة تظهر معاكي هو الدم اللي بتشوفيه بشكل أساسي. فلو أنت بتلاحظي في تكرار في وجود الدم دائما بيخرج معناته في التهابات للثة، هذه ما هي مشكلة تسوس، هذه مشكلة لثة. طيب طبعا اللي بيصير وهذا شيء أساسي يمكن أنا ما تكلمت عنه في جزء البداية اللي هي كالتهابات اللثة، عشان أنت بس كمان المستمعين يكون عندهم صورة، بيصير الالتهابات هذه إنه البكتيريا هذه بتلاقي مكان مناسب بتنزل بتسبب حاجة اسمها جيوب. فتلاقي دائما كلمة شائعة عند الدكتور حق اللثة يقول أنت عندك جيب لثوي. إيش الجيب ده؟ هو يكون فراغ بين السن وبين اللثة. هذا الفراغ بيتخش في البكتيريا بتجمع فيه الأكل، وبالتالي تسبب الالتهابات، وبالتالي يصير عندك النزيف والالتهابات هذه كلها اللي أنت شايفتها. فالعلامة الأساسية لو أنت شفتي دم دائما بيتكرر أكثر من مرة، روح لدكتور أسنان أو بالأخص دكتور لثة، لأنه هو ممكن اللي هو الشخص المناسب عشان يوجهك، يا إما أنك تحتاجي مثلا تنظيف عادي أو أنه متابعة عادية، أو أنك مثلا تحتاجي علاج متقدم في اللثة زي ما يسمى التجريف أو علاجات أخرى مختلفة. نعرف أنه علاقة البطن بالفم جدا قوية، يعني من حاجات يعني الواحد سبحان الله، حتى عفوا على الكلمة، بس نعرف فلان إيش أكل من ريحة فمه، يعني لذي الدرجة العلاقة بينهم جدا قوية. فأكيد شرحنا اللثة وارتباطها بالبطن وكل شيء، إلا أنه هل في أمراض مزمنة ثانية ممكن تكون غير القلب، غير اللي إحنا مثلا إحنا ذكرناهم؟ هل ممكن يكون في، خلينا نتكلم بصراحة، يعني زي في ناس كثير أصيبوا بسرطان اللثة ومن الأمراض اللي منتشرة ويمكن بين المدخنين يعني أكثر شيء، هل لي علامات يعني الواحد ممكن يعني يقلق منها بزيادة؟ ما نبغى نقلق أحد، بس نبغى نوضح. طيب احنا هنا نرجع وهي حاجة موجودة ونعرفها، انه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه المؤمنين كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسار والحمى. فسبحان الله فعلا الفم علامة يكون لمشاكل تانية احيانا، طبعا مو دائما زي ما ذكرت عشان ما نخوف المستمعين، بس احيانا يكون علامة لموجود مشاكل تانية موجودة في الجسم زي ما ذكرت، تقرحات المعدة هذه لها علاقة كثير بمشاكل اللثة، إنه وجدوا البكتيريا هذه الموجودة اللي هي مسؤولة عن التقرحات موجودة بنسبة عالية في الجيوب اللثوية حوالين اللثة. سبحان الله ما تسوي التنظيف وعلاجات اللثة بيخف كمية هذه المشاكل، وبالتالي يخف شوية التقرحات الموجودة. فأغلب المشاكل الموجودة تلاقي فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علاقة باللثة. بالنسبة للسرطانات بشكل، إذا نرجع لسؤالك بالتحديد، ما هي موجودة زي المشاكل الثانية زي السكر والجلطات، ما هي بدي القوة زي العلاقات الأمراض الثانية لكن إنه موجود بعض الفيروس الموجود اللي ممكن تلاقي في اللثة بيت ملائم لها تلعب دور في تكون
هذه السرطان. بس هنا أنا في معلومة مهمة أوجهها بالذات لمرضى السكر وأعتقد مرة مفيدة. طبعا مرضى السكر واللثة هي علاقتهم مرة قوية والاثنين بيأثروا في بعض. كيف يعني؟ تلاقي دائما الناس اللي عندهم سكر مرتفع هتلاقي عندهم دائما مشاكل في اللثة، التهابات، جيوب، نزيف، بسبب اللي هو ارتفاع نسبة السكر في الدم. والعكس كمان صحيح، اللثة بتأثر في مستوى السكر في الدم. الدراسات كيف بتقول؟ بتقول أشخاص هدول اللي هم عندهم التهابات في الفم وجدوا إنه لما تسوي بالذات اللي هم موجودة السكر عندهم بنسب مرتفعة، فلما يسوي تنظيف للثة ويشيلوا الجير والالتهابات الموجودة في الفم، السكر يتحسن بنسبة جدا بسيطة، بس يتحسن لأنه الالتهابات كلها مرتبطة ببعض. فعشان كده المرضى بالذات مرضى السكر بشكل خاص المفروض دائما بشكل أساسي يحاولوا الاهتمام بمشاكل اللثة، لأنه يا إما مرض السكر حيأثر بشكل مباشر في اللثة أو الأدوية اللي بياخدوها حتسبب مشاكل في اللثة، لأنه تلاقي فمهم يكون جاف، وبالتالي سبحان الله اللي هو اللعاب أحد وظائفه هو غسول الفم وترطيب الفم، ما بينفرد بشكل أساسي وبالتالي يصير التهاب. آخر دقيقة حابة أستغلها في موضوع مرة مهم، الريسبشن أو الاستقبال في الـ في الـ في الـ من الناحية النفسية والعلاقات الاجتماعية في الفم الأسنان، يعني بعد الشفايف على طول، هذا موضوع مختلف تماما، إلا أنه فأقصد من ناحية طبيب الأسنان هو الأسنان هي المستقبل، وهي أول شيء الفت النظر حقيقي مرة كثير بلونها بشكلها بكل حاجة، فبنهتم فيها مرة كثير، فبنروح تقويم شفاف، فينير، لومينير، بسامة هوليوود وبأشكالها وبأنواعها، هل هذه الإجراءات كلها هل ممكن يكون لها تأثير على اللثة في كل الأحوال، ولا إذا كان طبيب شاطر حيحمي اللثة من مشاكل التركيب والإضافات والحاجات العمليات اللي هم سويها؟ شكلك أنت كده بتمهدي الحلقة الجاية، لأنه هذا الموضوع هذا شيء حاجات تعبتني لأنه فعلا من الأسباب الرئيسية اللي تسبب زي ما ذكرت أول التهابات في اللثة أحيانا الفينيرس واللومينيرس، هذه اللي إحنا بنسويها الدكتور أحيانا بيسويها بشكل يضغط على اللثة، وبالتالي دائما هدول الأشخاص لاقي عندهم التهابات حول اللثة، لأنه هذه التركيبات جاية وضغط على اللثة، الشخص ما يقدر ينظف أو الحدود حقتها دائما حمراء، فبتسبب مشاكل مرة متعددة، يضطر الشخص في النهاية يا إما يشيلها أو إنه دائما يضطر بشكل دائم إنه يراجع طبيب الأسنان، لأنه بيشتكي من النزيف اللي بيطلع حوالينها ومن اللثة اللي بدأت تنتفخ حوالين هذه المشكلة. ففعلا موضوع مرة مهم إنه لما الشخص إذا ركب هذه الأشياء يهتم بشكل أساسي بشكل دوري عشان ما تصير له هذه المشاكل في المستقبل. كلنا نبغى لثة صحية وهذا أكيد، يعني عشان كده اليوم وهذا التخصص أنا أحترمه جدا فتعمقت فيه، لأنه يعني بصراحة لقيت الشخص الصح اللي أسأله هذه الأسئلة وأقول له هذا الكلام وأقول له اللي في خاطري واللي في بالي عشان بس نكون في لثة صحية، بس كمان مو بس لثة صحية، أنا كمان أبغى لثة جميلة كمان في نفس الوقت، لأنه في ناس تكفل ضحكتهم فجأة لأنه افتكروا أنه اللثة مرتفعة كثير لفوق أو نازلة كثير لتحت أو ما هي في مكانها صح. في ناس عالجوا كل مشاكلهم في البطن وكل مشاكلهم لكن ما زال بيعاني من رائحة الفم وتطلع المشكلة من اللثة، فهذا كمان أنا أعتبره من الجماليات، الواحد لما بيلبس بيتعطر بس زي كده يعني خلاص عشان تكون جاهز. عشان كده أنا بس بأكد على دكتور زهير أن هذا موضوع حلقتنا الجاية بإذن الله، جمال اللثة، اللثة جميلة، أبغى أعرف كيف. في ناس يقول خلاص كبر في السن طبيعي أنه يكون لا لا ما هو سبب، في ناس حقيقي اللثة جدا جميلة، والثقة هذه لوحدها يعني في ناس خلينا نقول بصراحة ترى رفضوا عرسان ورفض عروسة بسبب كل شيء فيه تمام، لكن هذه مكان حساس، منطقة حساسة جدا وتأثيرها نفسي بصورة جدا كبيرة. شكرا دكتور زهير على وجودك معنا اليوم. شكرا أستاذة نهى من أولتي مسكت ما حسكت أنا ما حسكت حنفرش شكلي ده كنت حخليك تخلص تأكل كن معاك ونهى سعدي انت بس لا يعني ما أعرف يعني سبب لا خلاص أنا راضيك إن شاء الله إن شاء الله حيكون طبيب مختلف اللي حيكلمنا في موضوع جمال اللي بيعتذر دكتور زهير اعتذر منه
لا حقيقي شكرا، حوار ممتع. شكرا لك. ساعة خفيفة ولطيفة ومعلومات حقيقية وواقعية ومنطقية، وهذا هو هدفنا من برنامج طبابة ألف. شكرا هالة منصور معانا من الإخراج، صاحباتها خرجوا وما قالوا لها. شكرا للجميع، على أمل أجدد لقائي فيكم بكرة بحلقة جديدة من برنامج تيمبو الساعة 10 الصباح. فما الكريم، شكرا فهد، والله فهد مرة نورت حقيقة. فما الكريم، وانتبهوا على بعض.